نشوف حاجة جديدة، وهي ان انا اخلي ديسبلاي يظهر لي، بدل ما يظهر لي كلام يظهر لي ارقام بس ازاي، او يظهر لي نتيجة كانت موجودة. فمثلا هاجي هنا هقول له لو كانت الاي الاكس بتساوي صفر اعمل له واي بتساوي ايه زائد بي، واخليه يزود لي هنا ديسبلاي ماشي ذا ريزلت. مثلا اوف ادد بيساوي مثلا رقم، هو رقم اللي هيطلع اللي هو الواي بقى، بس انا هسيبها دلوقتي واشوف هعمل ايه تحت. انزل تحت هنا واقول له بردك امر ديسبلاي، يبقى اللي اتعلمناه فوق زي اتعلمناه يعني الجزئيه اللي عدت دي زي اللي اتعلمناها قبل كده. بس هنشوف بقى اللي عايز اظهر الرقم هعمل ايه. افتح قوس مربع ماشي، واحط جواه الحاجه اللي انا عايز اظهرها، واقفلها واقفل تاني، ونشوف كده هنسيفه ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا احنا عملنا من عملية الجمع، فنجرب نعمل ايه جمع اف 5 ندخل ايه 1، وبعدين هدخل الايه 9 مثلا 7، واي بتساوي 16 ذا ريزلت اوف ادد 16. طبعا انا ممكن بقعد ايه ازود في كل واحدة، ازود مثلا هنا نتيجة الطرح، نتيجة الضرب، نتيجة القسمة. بس انا ممكن بدل وجع الدماغ ده كله اشيل ده كله كده اهوت، مش محتاجها، ونعمل حاجة احسن، اضافة افضل. اجي في اخر البرنامج خالص بعد الاند ديت، اروح جاي قايل له ايه ديسبلاي، نفس الكلام اللي كنت عامله ديسبلاي ذا ريزلت على طول. الريزلت بقى طبعا انا مدخل عارف انا بجمع ولا بطرح، هيبقى انا عارف نتيجة تطلع نتيجة ايه ذا ريزلت بتساوي خلاص. واروح ايه واعمل كمان ديسبلاي تاني، ديسبلاي للايه طبعا نحط قوس مربع وجواه الحاجة اللي عايز اظهرها، لان انا اصلا كل اللي عندي المتغيرات اللي انا مسجل فيها العمليات كلها اسمها واي، فهيظهر لي الواي مش تفرق معاه اهوت. ونسيف بنفس الاسم اف 5، تعالى نعمل عملية اي حاجة بقى 2 مثلا طرح، ادخل الاي ب6 والبي ب9 اهو، واي بيساوي سالب 3 ذا ريزلت ايه بيساوي سالب 3. طبعا ممكن اعمل ايه، اروح جاي بقى طالما اعمل امر يظهر في الاخر قدام كل واحدة من دول، واحط ايه سيمي كولون عشان ما يظهرهاليش ايه مرتين اهوت بس كده. ولو سيفت وعملت بنفس النتيجة هيحصل لي او هشوف نفس الناتج بس من غير ما يظهر لي الواي مرتين اللي هي ديت وديت. طب اللي زي ريزلت على طول يساوي كذا، ناخد مثلا 4 6 8 على طول زي ريزلت على طول بيديني ايه 7 75 من 100، وانا عارف ان هي عملية ايه عملية قسمة. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعدل ايه في بعض الحاجات اللي جوه البرنامج دوت. طيب لنفس البرنامج لو انا عايزه بقى يشتغل تاني من الاول بعد ما يخلص، سألني سؤال عايز تشتغل تاني البرنامج ولا لأ، فاقول له اه ماشي هشغله، هعمل استمرار، اروح راجع تاني يروح ظاهر الاكس بتساوي او اللي يدخل الاكس بتساوي كام اللي هي الانبوت، وبعد كده يفضل ماشي معايا بالترتيب ويجري كل عمليات البرنامج، ويجي في الاخر يسالني سؤال ترجع تاني اقول له اه، لو قلت له لا يخرج بره البرنامج. طب ده نعمله ازاي؟ زي ما هنشوف دلوقتي انا ضايف هنا ايه بعد ديسبلاي، حطيت زد بيساوي انبوت، رحت كاتب ايه رساله لو عايز تعمل استمرار انتر 1، لو عايز تعمل ستوب انتر اني نمبر. فلو كانت الزد بتساوي 1 هيروح محمل الملف اللي اسمه اف 4. طبعا انا كاتب هنا اف 4، لو لاحظت انا جيت عملت كده مسافه، لو انا كنت مسمي الملف اف بس مش هيفهمها، لانها ايه هيلاقيها عنده اصلا متخزنه، فهي ممكن يديني ايرور. لكن انا سميته اف 4 ليه؟ لانه مش بتسيف عنده ملف جوه،
بالدوال اللي انا كاتبها زي اف وساين والحاجات ديت، لازم اكتب له اسم ملف بحاجه غريبه عن اللي هو عارفها. اف 4 هيحمله. اي حاجه تانية اعمل ايه؟ بريك. تعالى كده نجرب، هنسيف نجرب اف 5 اهوت ورا. تعالى بقى ندخل مثلا واحد نجمع، وبعد ما ندخل واحد نقول له 3 و3 مثلا، هيا ما عملية الجمع. بيقول لك عايز تعمل استمرار، اه خش دخل له ايه، اخليه يعمل لي طرح مثلا او ضرب 6 8، دخل لي طلع لي الريزلت. عايز تعمل استمرار اقول له لا، ادخل اي حاجة تانية، خرج بره البرنامج. ماشي. طبعا ممكن انا هنا في البرنامج ده اشيل بقى جزئية الصفر ديت اللي هي بتاعت سوري دي كلها، ممكن تتشال لان ملهاش ايه، ملهاش اي لازمة، لان طبيعي كده كده في البرنامج بيقسم على الصفر ما بتفرقش معاه. بس ونسيبه ونشتغل عليه زي ما احنا عايزين. ممكن كمان زي ما انا عملت هنا ملف ده وسميته F4، وهنا جيت حطيته عشان يتحمل معايا لما اكون محتاجه. ممكن انا اخلي الواي ديت الواي ايه زي بي في ملف لوحديها، ماشي، واسميه مثلا ادد وعي طرح سبستراكت، ولما يجي مثلا الاكس بتساوي 1 يحمل الملف اللي فيه الجمع، لا اكس بتساوي 2 يحمل الملف اللي فيه الطرح، وهكذا. زائد ان احنا ممكن نعمل كمان برنامج زي دوت للبولينوميالز. ازاي؟ ممكن يعمل عامل اسمه ضرب للبولينوميال، يعمل يجيب الروتس. ممكن تفكر فيها وتشوف ممكن تعمل ازاي. ممكن يخليك تدخل البولينوميال الاي ديت مثلا بولينوميال، والبي تبقى بولينوميال، ويشتغل عليهم يجيب لهم روتس وكل دوت عادي خالص.